إذن المشاهدين شوف تيفي، احنا المباشر من امام مقاطعه عين سبع مدينه الدار البيضاء. هاد الناس اللي واقفين في هاد الوقفه احتجاجيه كيمثلوا ثلاثه ديال الكريانات ياك، عمالات مقاطعه عين سبع الحي المحمدي، كريان المؤمنيه الواسطي، كريان المؤمنيه الواسطي. اها شحال من الكريان دابا نتوما كتمثلوا؟ راح على المباشر تكلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه السلام. الله وبركاته، والصلاه والسلام على رسول الله. احنا ناس ساكنه ضحايا ديال كثره الوعود من السلطات المحليه تقريبا. اسمح لي قطعتك. كاين المؤمنيه، كاين الواسطي، كاين دوار حسيبو، كاين دوار السكه، هادو كلهم السابقين. هادو الناس ماشي هاد الناس تعطوا لظروف خاصه. احنا عندنا الوثائق ديالنا كامله، ما عندناش مشاكل، ماشي من صحاب المشاكل، الوثائق وكل شيء مقاد، كل شيء في العمران، كنا تابعين الادماج حقا، راه غادي لاحونا للشركه ديال العمران. ملي كنسولوا على حقنا اليوم غدا، اليوم غدا كثرت الوعود، كنطرقوا الابواب، جميع الوسائل وجميع الاساليب الزوينه درناها، وهاد الناس حقرونا وما خلينا فين مشينا، ومشينا عند العامل ديال جلاله الملك. وقال لك تجيو، قال لك اودي جيو عدي. وملي جينا عاو هزونا الناس ديال السلطات، داونا التيرانطاس، بقى دوزوا الوقت، دوزنا الوقت هكاك بلا حتى شي نتيجه. شحال ديال الوقت؟ نعم شحال ديال الوقت دابا؟ نهار كامل تقريبا. ما داروا معنا، ما داروا. شوف احنا دابا مده 5 سنين وحنا كنعانيو، وعندنا ظروف ديالنا يعني الخاصه. احنا راه ماشي لخاطرنا، احنا ملي خرجونا قال لنا الرياض، الرياض واحد دابا كنتفاجئوا، كيقول لك البقعه ما كاينش. على اللي واقفين عليه واللي عندنا عليه الدليل، ونتحمل المسؤوليه ان الارض تفوت، الارض تتباع، شاء من شاء وابى من ابى. وكيعايرونا ملي كنتكلموا، كيسبونا الناس ديال السلطه، وحنا نقدرهم ونضعهم كنحطهم في الوزن ديالهم، كنوزنهم وكنقدرهم وكنحترمهم وفوق ريوسنا. ولكن النقطه، وصلنا لواحد النقطه التي افاضت الكاس. احنا بغينا حقنا، وملي تنهضروا تيتريو علينا، سير الهيل، اجراءات، ممنوع، كذا، الى متى؟ حنا حوايجنا ما لقيناش، اقسم لك بالله ولينا مضاربين الهم ديالنا، ولينا مضاربين مع الكرة. كاين اللي عدو تعطل عليه حتى 15، كاين اللي ما عدوش، كاين اللي كيتسلف. هادي احنا في بلد الحريه وبلد الديمقراطيه، احنا ولينا كنتسالوا واش حنا مغاربه؟ حتى واحد فيكم ما استفد، ولا غير شي ناس اللي ما استفدوا؟ لا شوف 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 الاخ الاخ شوف شوف الناس 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 سمعتي الاخ؟ لا سمعتي دابا مول الدار ساد لي انا حوايجي 3 شهور، كان عندي ولدي مات اللي كان كيخرج لي الكرا، 3 شهور مول الدار خرجني وسد الباب، سد لي على حوايجي. دابا انتوما 4 سنين باش حيدوكم من داك الكريان، حتى واحد باقي ما سكن، حتى واحد باقي ما سكن. شوف لا استافدوا ناس مشاو لسيدي حجاج. حنا قامت تمت العمليه ديال الهيكله ديال دور الصفيح، حنا الاولانيين تقريبا بعد الحي المحمدي، طلعنا بعد زرابه، طلعنا لسيدي حجاج. سيدي حجاج باقي البلايص، وكيقولوا لنا اليوم غدا الملفات ديالنا محطوطه، ما كاين خصنا حتى شي وثيقه، وما عندناش شي مشكل. لو كاين صحاب المشاكل ما كاين حتى مشكل. اليوم تعالج، اليوم تعالج الملفات ديالنا في انتظار غدا، في انتظار الغد. خلينا نكمل، خلينا نكمل. كل نهار كنتظروا الاخ
واحد الموعد باش تعالج الملفات ديالنا. اليوم غدا ونفاجئ كنتفاجئ الاخ بالتماطل، ما كاين حتى شحال، كنطرقوا الابواب كتصد في وجهنا. حنا بدينا كنطرحوا اسئله، شنو حنا خصنا بان لينا بان خصنا نوصلوا الصوت ديالنا عن طريق الجرائد الالكترونيه. وبهذه المناسبه راكم مشكورين على تلبيه الدعوه، وكنشكر كل جريده حره الكترونيه تسهر على رسالة توصيل رساله همم الناس ومشاكلهم. لقد وصل السيل الزوبه، اعطونا حقنا، الله يجازيكم بخير. نتنطالبوا جلاله الملك وفوق راسنا جلاله الملك، وكنقولوا اليوم غدا، والسيد العامل كذلك فوق راسنا، وكل مسؤول وكل مسؤول وكل مسؤول. خلي السيد سوي يقول كلمة. خويا كي بعد ما السيد سولت انت دابا قلتي واش انتم واش شي ناس استافدوا ديجا، انا بغا نحط واحد النقاط على الحروف. حنا هادو كلهم فيهم شروط استفاده مستافدين. لا كاين اللي يعني خلينا نسمع دابا تيكمل، خلي تيكمل انا مستافد. دابا كنهضروا على شحال واحد مسمى في ذاك الكارين ديال المؤمنية؟ شحال من مسمى المؤمنية؟ المؤمنية علاش المؤمنية؟ أنا مؤمنية أنا. لا 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 أنا مؤمنية، أنا بنت مؤمنية، أنا بنت قبل المسير، أنا ساكنة هنا، إوا أنا قلت لها عمر شتيني، أنا غتشوفني دابا ما عمرني كنت شفتك. كلشي متضرر، لا نتوما لا. حقك الصدر على حقك. هذا خويا هذاك هيا هاكا هاكا. في ساكنه لالا في ساكنه دوار مؤمنيه كتسمعها يعني نسمع خويا الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير. شلون اخ شلون اخ شلون اخ شلون اخ عندنا ملف واحد الله يجازيك بخير. نحن لا نستثني، شوف حنا ما كنستثنيوش كاريانات، شوف لا حنا الله يجازيك بخير ما كنستثني. خليها بلاد خلي شوف ما نقاطعوش ما نقاطعوش. حنا ناقشوا الله يجازيك بخير، شوف حنا ما كنستثنيوش الدواوين، كل دوار يستحق باش يستافد حنا معاه لانه مواطن خونا ما خاص حتى واحد يضر. لهذا الله يجازيك بخير كنطلب من جلاله الملك والناس المسؤولين على هذا الملف يحافظوا على هذه الامانه ويوصلوا لنا الهديه اللي عطانا جلاله الملك رغم انه كوخراب. لهذا الله يجازيكم بخير، حاولوا باش تحلوا المشكل ديالنا، راه حنا مضرورين، وشوفوا بعين الاعتبار فينا وشوفوا بعين المحنة. رانا كنصيفطوا هذه الرساله لجلاله الملك، إلا وصلت كاع جلاله الملك الله يجازيك بخير. شوف من حالنا، راه هاد الناس ما وفاوش بالكلمة، راه ما وفاوش بالعهد، ونتمناو من السيد جلالة العامل يكون الخادم الأمين ديال هاد البرنامج هذا. تنطلبوا من الله عز وجل يكون فيه حسن الظن. السلام عليكم خويا. دابا هاد الناس هادو كلهم اللي هنايا كلهم هادو فيهم شروط استفادة، كلهم مستافدين، يعني ما عندناش مشاكل فهمتيني مع السلطة من ناحية فهمتيني. هاد الناس كلهم عندهم، ولكن هما دابا يعني الناس كلها كتاخذ بان شي راه تماطول او لا ماشي تماطول، هذا خاصي يعني فتح تحقيق فهمتيني في التجاوزات والخروقات اللي شافت هذا الميل. رابط المسؤوليه بالمحاسبه اذا تم التقصير، رابط المسؤوليه بالمحاسبه اذا تم التقصير. وهاد الناس هادو اللي كانوا مسؤولين على هذا الميل في حقهم التقصير، وانا عندي انا اولهم عندي ادله ماديه ملموسه. هاد الناس هادو اللي وقع هو ان ناس برانيين جاو شراو بقع، ربما انا قلت 30% شراو بقع هما لا ينتمون للسكنه، ما عاشوش لا تهميش ما عاشو لا اقصاء فهمتيني، وجاو وداو كل شيء، داو المكازا وداو كل شيء. ولهذا
هذوك الناس الناس اللي خاصهم يستافدوا ما استافدوش الناس الناس هما كذلك يعني ما كانوش معكم في الكارير تقسم هذوك الناس يجي محاسبه لا بلاتي يجي محاسبه هذاك اللي خد حق دابا خلينا نهضروا الله وغتهضر خويا الله يسلمك بلا سير شريف استاذ نسالي الحبس واش الحبس وقلت لي اجينا كمل استاذ دابا فتح تحقيق اخويا لان هذوك الناس لا لو كنت لا سمسيني انا اقول فهمتي لعنهم الله عليكم الناس اللي جات هو خليها اسمع لي يا صاحبي الهضره لا الله يرحمهم يمكن تجي لعنهم انا ما كنهضر انا لم تهضروا دابا باش قطعوا عرفتي الهضره صاحبي هضر انت خويا لا انا كنا شنو دوارنا وقيل لا راه دابا كيبغوا خلينا نهضر اخويا واخا قلت شي تقلب قلت لي قلت لك خصناك اصلح لي اصلا توريني انت شنو صافي وقع خطا وقع خطا وقع خطا هو دابا دخل حبسني لا لا كمل اخويا هذوك اللي خاد هذاك اللي خاد بقعة ماشي ديالو ملعون لعنه الله لأنه خاد حق ديال واحد اخر ضعيف ماشي خاد ديال الحق خاد حق ديال هذا وخاد حق ديال هذا خاد حق ديال هذا هاد ما وقع ليس بتماطل او مسعدات البنية التحتية هي مسعدة تجاوزات خروقات شابتة الميل ناس خادت كاسات بدراهم معدودة ثمن بخس شريت تمتي البقعة شريت حق ديال الناس اخرين اللي خاصهم يستافدوا منهم نعم انا السبب وهذا الشيء اللي انا نتكلم لان دابا كيقولوا الناس كي لا يعلموا كيقول لك دي الطماطول وتجهيز بنيه تحتيه ماشي مساله تجهيز ماشي بنيه تحتيه ولكن مساله ان ناس 30% خادوا حقوق ديال الناس وحدين اخرين اللي هما كيعانوا اليوم هاد الناس مشردين دابا نعم ولكن كيعانوا بالسبب هو سبب المعاناه ديال هاد الناس متعلق بهذوك لعنهم الله اللي جا خاد بقعه هو لم يعيش معنا لا تهميش لا اقصاء لا حقره لا قمع فهمتي جا خاد بقعه والذي نفسي بيده الى واحد تنعرفه انايا خاد بقعه وباعها وشرا هو بنته 3 مليون 3 مليون 6 مليون 4 مليون ديال المكاسه وباعها وكيمور يستفزنا وشرا طوموبيل بنته واش انا لا احسده ولكن قول له لعنه الله لا راه حرام فهمتي لان انا خدتي حق واحد اخر وساهمتي في هذه الجريمه هذه جريمه فهمتي انسانيه ساهمتي فيها من قريب او من بعيد وحتى ذلك هم اصبح يعني في الوقت اصبح كان ليس هناك مراقبه السوق في بيع الشراء فهمتي هو استثمر من 3 مليون وصلت استفاده شوف ضروري من التخلويد شيء ضروري من لهذا الفصل الاول من الدستور فهمتي لا هادشي هادشي فين ما مشيتي فين ما مشيتي هنا دابا الفصل الفصل الدستور هنا هادي باش باش ما تسالش لي راه المسؤوليه المحاسبه اول فصل في الدستور راه المسؤوليه بالمحاسبه ديال التكسير من هؤلاء اش ما يتحاسبوش اش ما يتحاسبش من هؤلاء من يقف وراءهم من يحميهم هذا ما اريد وانا عادي ما فهمتش لماذا من يحمي هؤلاء انت باغي تصير باغي تصير الزبه الناس عايشه دا مطربه الناس عايشه دا فهمتي هذا هو فقير دا مطربه ورغم ذلك انا دابا انا مابقاش عندنا مثلا باش نخلص هذه وصلت 6 مليون 7 مليون 8 الناس ما كاينش اي تعويض الناس لا يفكروا بشي حتى بحبه الخردل حتى الدعم ما عطاش هاد الناس فهمتي ولهذا اخي كان انا الان كنتمنى ويفتح تحقيق فهمتيني نزيد فهمتيني يفتح تحقيق في هاد المسألة وهذا اللي ما في الشاب فهمتي وهذا مثلا اللي نمنعهم عما سيقعوا فهمتي في مكان اخر فهمتي لان هذا مستمر هذا الفساد مستمر وليس هناك مراقب وليس هناك من يحاسب وحتى لا كانوا مش على الحسابات تفتح تحقيق لان ملايين كثيره نهبوا هاد الناس فهمتيني لهذا اخويا اقول لهم نعم اقول لهم انا 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 اتمنى ان يحاسب كذلك الذي اخذ بقعه ليس من حقه شكون عطاها ليه؟ بل نعم 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 لهذا انا اقول ان يفتح تحقيق فهمتي لماذا اين ذهب القيد كذلك التوفيق هذا نقدم هذا الذي لعب دورا كبيرا لعب دورا كبيرا دير يدك هنا باش نعم. باش هذا التوفيق الذي لعب دورا كبيرا فهمتي في ماذا في تخريب فهمتي والتدمير فهمتي نفسانيه ماشي كل خلي البيوت ولكن نفس ديال هاد الناس تدمر هذا بماذا بالتواضع مع القائد حمزه ما نسميوش الاسماء واخا بتواضع مع القائد سمعت الذي كان في مصابة اما القائد هذا فهو جا كيدير عاد بومادالات الجرح جا ليدمط الجرح فهمتيني لهذا فهمتيني ولن يستطيع لانه جرح عميق باش غادي يعيب باش غادي بالدواء الحمر بالملح
لا يجدوا الا ملحا، وانا زادوا بها الما، زاد عمقهم المعاناه ديالنا ماشي التماطر بما وقع في التجاوزات والخروقات. فهمتي لهذا نطلب بفتح تحقيق مزيد من اجل هذه الخروقات وهؤلاء لماذا لا يحاسبوا؟ اذا انا بالنسبه لي الدستور كانه فردي ما فيش قطاس، اذا فردي ما فيش قطاس لا يرعب ولا يخوف. انا سعوا في الارض فسادا حتى على الطريقه باش حيدونا، الطريقه باش حيدونا احنا طريقه كانت ذكيه، ان جاءوا كانوا واحد الخائنين بعد ذلك فقاموا فهمتيني اصبحت عصابه فهمتيني هي التي اخرجتنا بطريقه فهمتيني واحد الطريقه بشعه واحد الانزال قوي فهمتيني لماذا وقالوا هادو وانا لا اعلم هذه المساله انا ارضى اتطرق لها هو ان المسؤولين يقولون هذا الشيء هذا بامر من الملك. انا ارد انا ارى هنا هذا تحريض على الملك، هذا تحريض على جلاله الملك، لان الناس كيقول لك هذا الشيء امر، واش امر ملكي على الطاعه والراس، على الطاعه ولا على الراس والعين، يعني احنا فهمتي تحت طاعه جلاله الملك، ولكن واش امر ملكي يكون فيه تخريب وتدمير؟ لا يعقل، لا يعقل، حتى الملك كنت لا يرضى بهذا، لهذا ردونا احنا مسخيه الملك، لان الانسان امراه عجوز تقول عاش الملك، نقص واحد من السلطه قال له هو اللي سيقنا عندك، هو اللي قال لنا ريبو. الى غير ذلك الله يجزيك بخير. الاجتماعي لا يستكمل الا بمن وفر من الكرامه الانسانيه لمواطنينا والتي لا تجردهم اي احكام قضائيه او سلطويه او كيف ما كان المشكل ديالها. الحل اللي كنطالبوا به احنا من هاد الناس هما عطيونا فرصه عطيونا امل بالحريه، لاننا احنا دابا مشردين، كل ولادهم مشردين. الا هو باغي غير ورقه عنده مسوي الوضعيه ديالو كامله مسوي واقف غير على ورقه هو القرض ديالو خلاص. الا جا ولدي تسكن بحالو بحال الناس، وهاد الناس كتمشي عند سيفات عمران تيقول لك الملك ديالك عند العماله، كتمشي العماله تقول لك الجماعه، اللي كترجع عند الجماعه تيقول لك سيت التاريخ فلان فلاني، راه مده سنين دابا بنادم غادي جاي غادي جاي غادي جاي. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا المباشر من امام مقاطعه عين سبع الحي المحمدي. الناس اللي كاين الساكنه ديال الكريان ثلاثة الكريانات كيمثلوهم هاد الناس اللي كيتواجدوا الآن باغيين الحقوق ديالهم باغيين يستافدوا كل واحد وكيفاش حاول يعبر بالطريقة ديالو، ولكن اللي هو أكيد ما نكذبوش الواقع هو هذا، ماشي غير في هذا المشروع، في العديد من المشاريع وماشي فقط في مدينة الدار البيضاء، العديد من المدن المغربية كاين ناس لا يخافون لا الله لا الدستور للقانون، ناس الهم ديالهم هو جمع المال، هذا واقع سامحهم الله، لان كاين الناس بقاو متشردين وكاين الناس بتواطؤ مع بعض الناس سامحهم الله ما بغيناش نسميو كيف سمعتوا السيد قال بان ناس بعاد على الكريان استافدوا من البقاع، ضروري ما كاين تخلويض. نتمنوا انه اللي كيتسال شي حاجه ياخذها والناس يجمعوا ما يبقاوش متشردين العائله ديالهم. اذا غادي نكونوا وصلنا نهايه هذا المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.